بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم ومرحبا ولقاء جديد عبر أكثر من زاوية. أحييكم زملائي، فأهلا بكم ومرحبا. الأسبوع الفائت كان أسبوع حافل بالعديد من الأحداث، حافل بالعديد من المنشطات التي عمل عليها الإعلام السوداني، واهتم بها أيضا إعلام إقليمي وآخر عالمي، حول الراهن السياسي، حول الأحداث السياسية المتلاحقة خلال هذا الأسبوع. سعداء أن يكون ضيفنا اليوم عبر أكثر من زاوية الأستاذ ياسر يوسف، وزير الدولة بالإعلام. مرحبا بك أستاذ ياسر. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، أهلا بك ومرحبا. بداية أنا صراحة ما عرف أبدأ بأتو ملف، لكن حاخذ الملف اللي خلاك يوم الجمعة تكسر الإجازة وتخرج عبر مؤتمر صحفي للحديث ومعك وزير الصحة حول تسعيرة الدواء الجديدة، إلغاء قرار قديم أو تسعيرة كانت موجودة لتحل محلها تسعيرة جديدة ستعلن غدا بإذن الله على حسب ما ورد في الإعلام. الحديث حول هذا المؤتمر كان كثيف وكان كثير، والحديث حول أن الحكومة تراجعت عن هذا القرار لصالح المواطن، لصالح الشعب. هذه نقطة إيجابية، لكن النقطة الأخرى السلبية أنها تأخرت إلى أن تصل إلى هذا القرار. شكرا جزيلا ومرحبا، ومرحبا بالسادة المشاهدين، وسعيد بهذه الاستضافة. أولا، القرار الذي اتخذته الحكومة يوم الجمعة في المؤتمر الصحفي للسيد وزير الصحة بإلغاء تسعيرة الدواء وتكوين لجنة لمراجعة التسعيرة عموما هو قرار جريء وشجاع بكل المقاييس، ذلك أن الحكومة استدركت على أعمالها حينما رأت خللا في بعض الجوانب الأداء التنفيذي. لكن دعينا نرسم المشهد بصورة متكاملة حتى تكون مشاهدته مريحة بالنسبة للسادة المشاهدين. أولا، القرارات التي اتخذت أخيرا قرارات إعادة هيكلة الدعم أو الاستمرار في هذه السياسة التي بدأت في العام 2013 بتحرير الاقتصاد السوداني من العلل التي ظلت ملازمة له وسط الصعوبات الاقتصادية التي نعانيها الآن، سعيا للاستقرار الاقتصادي ووصولا إلى الرفاه الاقتصادي. وهذا هو ملخص البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية الذي تتبناه الحكومة، برنامجا هادئا لها. هذه القرارات جاءت في هذه الفترة لتأكيد الإرادة السياسية للحكومة نحو المضي في استكمال الإصلاح الاقتصادي. صحيح أن القرارات قاسية وصعبة، لكن لا مناص إذا أردنا إصلاحا اقتصاديا شاملا واقتصادا قويا متماسكا مستقرا من المضي في استكمال هذه السياسة. وأعتقد أنه هنا لابد لنا أن نتقدم بوافر الشكر وجزيل الامتنان للشعب السوداني الكريم الذي تفهم تماما دواعي إعلان هذه السياسات الاقتصادية الجديدة وتعامل معها، ومؤملا أن تكون عاقبتها خيرا وفيرا بإذن الله لبلادنا ولشعبنا بإذن الله رب العالمين. دار لغط كثير في ثنايا هذه القرارات الاقتصادية فيما تعلق بجانب الدواء وتسعيرة الدواء التي أعلنت ومن ثم ألغيت. كذلك لا بد هنا أن نؤكد بأن هناك التباسا كثيرا قد حدث في هذا الملف، ولإزالة هذا الالتباس ينبغي أن نقول أن الحكومة أعلنت سياسات صحية لا تزال ملتزمة بها حتى قبل إلغاء هذه التسعيرة والتي أحدثت التباسا لدى الشارع العام. أولا، الحكومة تتبنى برنامج التأمين الصحي الذي يستوعب أكثر من 42% للمواطنين في ولاية الخرطوم على مستوى كل الولايات، وفي ولاية الخرطوم وحدها التأمين الصحي يغطي أكثر من 70% من المواطنين هنا، وهذا برنامج تلتزم فيه الحكومة بأكثر من 75% والمواطن يتحمل 25% من تكلفة الدواء والخدمات الصحية الأخرى في هذا الملف. هذه السياسة مستمرة حتى بعد إعلان السياسات الاقتصادية الأخيرة. كذلك هنالك البرنامج الخاص بالعلاج المجاني لعدد من الأمراض، الحكومة تدفع فيه سنويا ما يقارب أو حوالي 113 مليون دولار
لدعم العلاج المجاني للأمراض المعروفة للأطفال دون الخامسة، أمراض السرطان وغيرها من الأمراض. هذه كذلك مستمرة قبل إعلان السياسات الاقتصادية وبعد إعلان السياسات الاقتصادية، وكذلك في الموازنة الجديدة لعام 2017 الخطة الحكومية هي إدخال أكثر من 700 ألف أسرة جديدة للتأمين الصحي، هذا بجانب الخدمات التي تقدمها الصناديق الأخرى كديوان الزكاة وغيرها، والدعم المباشر الذي تقدمه الحكومة للأسر عبر وزارة الرعاية الاجتماعية. هذه كلها سياسات ينبغي أن تقرأ مع التسعير التي أعلنت للدواء. طيب. الذي حدث أن الحكومة استدركت على تلك التسعيرة التي أحدثت الجدال الكثيف، ثم أعادت تكوين لجنة، وإن شاء الله ستعلن التسعيرة الجديدة قريبا بإذن الله. هو الإعلام ذكر أنها ستعلن غدا ثلاثاء إن شاء الله بإذن الله. طيب، الناس بيقولوا أن الحكومة تراجعت لتحاشي ردة الفعل للشارع السوداني، لأنها يعني أخذت درس من عملية الإضراب وما إلى ذلك، وبالتالي تم التراجع عن هذه السياسات أو هذه الإجراءات لصالح المواطن حتى نكتفي من ردة الفعل. إذا أردنا أن نرد ردا موضوعيا على هذه المسألة وردا آخر للذين قالوا هذه المسألة، الرد الموضوعي أن الحكومة إذا تراجعت عن أي قرار اتخذته بعض أجهزتها، نعم، أنا في تقديري هذا يحسب لصالح الحكومة بالضبط. لأن الحكومة قوية وشجاعة وقادرة على أن تراجع قراراتها متى ما ثبت لها أن هذا القرار فيه خلل هنا أو هنالك أو سوء في التقدير أو سوء حتى في التوقيت. أن تراجع الحكومة قرارها هذا في تقديري في احترام كثير للمواطن، وفيه تقدير للمواطن السوداني الذي صبر مع الحكومة كثيرا. أما الذين أرادوا أن يلونوا هذه المسألة سياسيا ويعملوا منها قصة سياسية، دعني أسألهم سؤالا، هل التراجع لصالح المواطن شيء إيجابي أم سلبي؟ شيء إيجابي. انتهت. طيب، المشكلة كانت أصلا مجرد قرارات إدارية، واللي هي متعلقة بزيادة سعر الدولار اللي أصبح دولار الحافز الآن، أم هي مواكبة للحزمة الاقتصادية اللي أعلنت 3 نوفمبر، أم هي توقيت مناسب لصدور هذه التسعيرة حتى تدخل ضمن موازنة 2017، أم ماذا؟ كل هذه الأسئلة تشكل مع بعض يعني عدم وضوح. نعم، أعتقد أن السيد وزير الصحة في مؤتمره الصحفي ومن ثم في برنامج الواجهة في شاشتكم هذه مع الأستاذ أحمد البلاطيب قد شرح هذه المسألة بجميع تفاصيلها، لكني عموما أقول أن هنالك خطأ ما صاحب إعلان هذه التسعيرة، وخطأ ربما حتى في التقدير. التوقيت لا نستطيع أن نجد توقيتا مناسبا لإعلان مثل هذه الإجراءات. التوقيت المناسب لإعلان هذه الإجراءات هو تقديرنا أننا لا بد من أن نمضي في هذا الاتجاه مهما كانت صعوبته. علينا أن نتحمل المسألة الآن لأنها في المستقبل إن شاء الله القريب ستكون خيرا وفيرا، لكن المهم في هذه المسألة أن القضية الآن قد صححت، وأن التسعيرة الجديدة ستخرج وفقا لكل المعطيات التي صاحب الإعلان هذه القرارات الاقتصادية. لم تجبني على نقطة تأخر الإعلان الحكومي أو الحديث الحكومي حولها، كانت هناك فترة زمنية طويلة. نعم، في هذه المرحلة كان هناك تقييم لما جرى، هل التسعيرة هذه موضوعية هل غير موضوعية، هل فيها مشكلة أم ليس فيها مشكلة. في اللحظة التي اطمأنت فيها القيادة السياسية لأن هنالك مشكلة ما تتطلب تدخلا، كان اتخاذ القرار. نعم، هذا القرار يمكن أدى إلى إعلان عبر الأسافير للعصيان، وقد يكون مفاجئ للناس أن نتحدث في جهاز حكومي حول عصيان كانت تدعو له فئات كثيرة ولمدة 3 أيام، وأن يستجيب البعض لهذا العصيان وأن لا يستجيب البعض. كان تصرف سلمي حضاري كما نود أن نقول من الشعب للاحتجاج على ما ورد من إجراءات. هناك انتقاد للأجهزة الإعلامية الحكومية بأنها لم تقدم تطمينات للشارع حول هذه الغضبة أو هذا التصرف السلمي، تعليقك على ذلك؟ أولا فيما يتعلق بالذين دعوا لهذا الحراك،
دعنا نقيس النتائج التي خرج بها ذلك. كانت الدعوة هي تعطيل الحياة المدنية وتعطيل أجهزة الخدمة المدنية والأجهزة التي تقدم الخدمات للمواطنين، ودعوة كل المواطنين وفي مقدمتهم الموظفين، موظفي القطاع العام والقطاع الخاص، بعدم الخروج من منازلهم والتزام منازلهم حتى تنهار الحياة المدنية في السودان. اليوم أمس وهذا اليوم بحمد الله تجسد وعي الشعب السوداني في قدرته على تجاوز مثل هذه الدعوات الهلامية، الدعوات التي دعوات الإسفير كانت موجودة يعني فقط في الإسفير. الشعب السوداني بوعيه فوت الفرصة على دعاة تعطيل الإنتاج وتعطيل القطاعات الإنتاجية. التقارير مجلس الوزراء أشارت إلى أن إقبال الموظفين على أعمالهم في القطاع العام والقطاع الخاص هي بذات النسبة التي النسبة الطبيعية لانسياب العمل في دولاب العمل في الخدمة المدنية في القطاع العام وكذلك في القطاع الخاص. الشعب السوداني لم يتجاوب مع هذه الدعوات، لأن أصلا هذه الدعوة حين انطلقت لم يعرف من الذي أطلقها، غالبا ناشطين كانوا من خارج السودان، لكن الأحزاب التي لم تلتحق بالحوار، بعض من الأحزاب المعارضة التي لم تلتحق بالحوار حاولت الالتحاق بهذه الدعوة مساء يوم الجمعة، لكن الشعب السوداني بوعيه الكبير وبمسؤوليته الكبيرة كذلك واصل مواقفه التاريخية المشرفة لصالح الإنتاج والإنتاجية والاستقرار السياسي والأمني، وفو الفرصة على هؤلاء. أستاذ ياسر، دعني أنتهز فرصة وجودك اليوم معنا للحديث حول هذه النقطة تحديدا حتى لا نسمح لأفواه الآخرين بأن يدلوا بتصريحاتهم أو آرائهم بما يحرك الحياة هكذا أو هكذا. هذا العصيان وإن كان صدر من الشعب السوداني بالفعل وأراد أن يتصرف بهذا التصرف السلمي وهذا التصرف الحضاري دون تخريب ودون تكسير ودون أي شيء للشارع، فلنفترض أنه بالفعل قد قام، حركة الحكومة الآن أنها يعني لم تكن هناك ردة فعل، يعني لم تشجب ولم تدين ولم لم تفعل أي شيء. وفي الجانب الآخر المعارضة أيضا هي لم تنتهز هذه الفرصة حتى لتطبيق أجندتها، الجميع يعني التزم الصمت أو عدم الحراك وانتظر في هدوء ما الذي سيحدث. لماذا كانت الحكومة هادئة؟ يعني لماذا لم تعترض؟ لماذا حتى لم نمنع نحن في الأجهزة الرسمية أن نتحدث عن هذه النقاط وأنا أتحدث مع وزيري الآن؟ نحن لم نرى تهديدا جديا في هذه المسألة، وتقييمنا منذ البداية أن هذه المسألة هي موجودة في الأسافير أكثر مما موجودة هي في الواقع، وغالبا الذين يتبنون هذه المسألة هم ناشطون موجودون خارج السودان. لكن نحن ظللنا ندعو ونقول أننا ينبغي أن تكون حياتنا السياسية مسقوفة بقوانين تحدد مدى الحرية المتاحة للعمل السياسي. طالما أننا التزمنا السلمية وطالما نبذنا العمل العسكري وطالما أننا لم نستنصر بالأجنبي، فأعتقد أن العمل السياسي متاح في السودان بالدستور والقانون. لكن هذه الدعوة لم تكن مزعجة بالنسبة للحكومة، وكنا واثقون من أن الشعب السوداني أوعى من هذه الدعوات وسيفوت الفرصة عليهم كما فوتها في لحظات سابقة. وكذلك هنا أتقدم بجزيل الشكر للشعب السوداني الأبي والكريم والوفي لوقفاته المشرفة ولتفويته الفرصة لهؤلاء. قنوات عالمية وعربية تناولت هذا العصيان وتحدثت عن نسب بأنه نجح بنسبة كذا ونجح بنسبة كذا. عملية تقييم أنه نجح بنسبة كذا، هل تقيمها هذه القنوات أم يقيمها الشعب نفسه؟ هل هذه القنوات البعيدة يعني هي صلاتها بهذا الواقع أو بميدان المعركة كما يقولون عبر مراسلين، ولكن هنا داخل الدولة نفسها من يقيم وهو شاهد عيان على ما حدث؟ عملية التقييم وعملية استخدام هذا التصرف مثلا إن كان سلميا أو كان حراكا سياسيا لخدمة أجندات أخرى، أنت تدرك أن السودان مستهدف، فهل مثل هذه الأشياء إن كانت راقية حتى في عملية الرفض هل تستثمر في أجندات أجنبية أخرى؟ طبعا من حق القنوات الموجودة عندنا هنا الإعلام الخارجي أن يتناول هذه المسألة بالمراسلين الموجودين هنا أو حتى في ديسك الأخبار عندهم هناك في مراكزهم الإخبارية، لكن
السؤال المهني الذي يطرح الآن لهذه القنوات التي أوردت نسبة نجاح هذا الحراك أو ما دعت له الوسائط الإسفيرية، ما هي الدراسة العلمية والأكاديمية التي استندوا عليها حتى استنتجوا أن الإضراب قد نجح وفشل بنسبة كذا في المية؟ أنا لم أطلع على أي دراسة علمية، لكن الحكومة تقول أن تقارير مجلس الوزراء في القطاعات الحكومية أن دوام الموظفين ودولاب العمل كان يسير بصورة طبيعية وبالمعدل الطبيعي في الأيام العادية. إذا أرادوا نسب، هذه هي النسب الموثقة لدى الأجهزة الرسمية، لكنني لم أطلع على أي دراسة علمية أو إحصاء علمي اتبعته لتحديد أن هذا فشل أو نجح بنسبة كذا في المية. لذلك أدعو هذه القنوات والإعلام إلى التزام المهنية والموضوعية في المعالجة الإخبارية. هل نجح هذا الحراك السياسي، هذا الاعتصام، هذا العصيان في لفت انتباه الحكومة بأن هناك بعض النقاط لابد أن تتراجع عنها؟ لم تكن الحكومة محتاجة إلى مثل هذا الحراك حتى تلتفت لهذه النقاط. أنا قلت لك فيما يتعلق بموضوع الدواء أن أجهزة الحكومة قيمت من تلقاء أنفسها ثم قررت اتخاذ القرارات التي ترى أنها في مصلحة الشعب السوداني. تمام. وزير الإعلام يخاطب في منتدى الإعلام السوداني، هذا المنتدى يأتي هذه المرة تحت عنوان قدسية الخبر، الإثارة المهنية المصداقية. هذا المنتدى كان اليوم، نعم، هل توقيت هذا المنتدى ثابت أم أنه جاء لمجارات الأحداث السياسية التي تحدث الآن؟ أولا دعني أقول أن وزارة الإعلام استحدثت منبرين رئيسيين. المنبر الأول هو منبر الحديث الأسبوعي، وهذا نستضيف فيه السادة الوزراء والمسؤولون الحكوميون من الولاة ومدراء الهيئات والمؤسسات التي نرى أن في توقيت استضافتها فيه فائدة للإعلام بتقديم المعلومات. وكذلك استحدثنا منتدى شهريا عبر مكتب الناطق الرسمي للوزارة، كذلك لتناول القضايا التي تدعم الجوانب المهنية في مسار الإعلام. هذا الشهر خصصنا هذا المنتدى لموضوع مهنية معالجة الأخبار. أهمية هذا الموضوع هو إحساسنا المتنابي أو تقييمنا المستمر بأن هنالك مشكلة ما في معالجة القضايا السياسية في جانبها الخبري. تقييمنا أن المعايير المهنية الصارمة القديمة أنها تتهاوى الآن لصالح الإثارة أو التضخيم أو تلوين الأخبار حتى، وبالتالي هذه قضية مهمة جدا للمهنيين في أن تعود المهنة كما كانت بالمصداقية والمهنية والموضوعية، وأن يكون الخبر مقدسا والرأي حر. لكننا نرى الآن بعض وسائل الإعلام جعلت الخبر نفسه كالرأي، ويمكن أن تأخذه الوسيلة الإعلامية من الزاوية التي ترى أنه يخدم توجهاتها السياسية. أصبحت الأجندات السياسية أحيانا تدخل في ديسكات الأخبار وتحدد كيفية كتابة الخبر. لذلك خصصنا منتدى هذا الشهر لهذا الموضوع المهم، لأننا أردنا أن نلفت الانتباه إلى أن تلوين الأخبار وتضخيمها والمضي نحو الإثارة لن يخدم المهنة في شيء، بل سيفقد الإعلام مصداقيته لدى المتلقي. هل كانت يعني ممكن بعض الصحف تلجأ إلى هذا النوع بغرض التوزيع؟ هو صحيح أن مشكلة تلوين الأخبار أو الإثارة أو أشياء من هذا القبيل ظلنا نعاني منها في بعض أجهزة الإعلام. ربما يعتقد البعض أن اللجوء للإثارة هو استجابة لما يطلبه القارئ يعني، وبالتالي تزيد نسبة التوزيع أو نسبة الاستماع أو نسبة المشاهدة. لكن الصحيح هو أنه إذا أردت إعلاما مؤثرا يؤثر في صناعة القرارات وتوجيه الرأي العام، عليك بالعمق والمهنية والمصداقية، وهذه رأس مال الإعلام والإعلامي. عبر هذه المنتديات قد يقول البعض بأنكم تقدمون توجيهات للصحفيين وللإعلاميين بأن هناك خطوط معينة يجب أن تسير فيها أجهزة الإعلام في الدولة وفق هذه الخطوط، هل هي موجهات ملزمة بحيث أن تؤثر على مسألة حرية التعبير وحرية الإعلام، أم هي موجهات سياسية تحمل رسائل من الحكومة لشعبها، أم ماذا؟
دعيني أقول أنه لا تحرج في أن هنالك خطوط ينبغي الاتفاق عليها، وهذا في كل الدنيا معمول به، في العالم الأول الذي اصطلحوا على تسميته بذلك أو الثاني أو الثالث أو في كل مكان في الدنيا، لا بد أن تكون هنالك خطوط، لأن القضايا المتصلة بالأمن القومي أو الأمن الاقتصادي أو الأمن الاجتماعي ينبغي أن تكون خطوطا حمراء في التناول، لأن هذه مسألة تتعلق بوجود الأوطان وبوجود الشعوب وبكيانها وبوجودها التاريخي والاجتماعي. لذلك متى ما كان التدخل الإداري للدولة للمحافظة على كينونة الدولة وعلى الوجود الاجتماعي والتاريخي للدولة فلا أرى حرجا في ذلك، لكن المنتديات التي نعقدها بالتأكيد ما يخرج منها هو مجرد توصيات تستفيد منها أجهزة الإعلام المختلفة، لا تخرج منها توجيهات ملزمة، لكن توصيات يمكن أن تطور في مرحلة لاحقة في شكل قوانين أو نستدرج لتعديل القوانين الموجودة بما يطور من تصحيح العلاقة بين السلطة وبين أجهزة الإعلام المختلفة. ذلك أننا الآن كحكومة نتجه إلى تقليل وجود الحكومة في أجهزة الإعلام وإعطاء المجال للقطاع الخاص لكي يتمدد في هذا القطاع. واليوم نحن في السودان لدينا كل الصحف السياسية، الأكثر من 20 صحيفة سياسية كلها قطاع خاص، وفي نسبة الإذاعات الحكومة فقط تمتلك 23% من الإذاعات والقطاع الخاص يمتلك 77%، في التلفزيونات الحكومة تمتلك فقط 14%، والقطاع الخاص يمتلك 86%. لذلك نحن بحاجة إلى قوانين تضبط العلاقة ما بين الحكومة وما بين القطاع الخاص، لأن الحكومة دورها هو التشريع ووضع السياسات والرقابة. نعم، لكن رغم نسبة الحكومة التي نراها معقولة أو هي بسيطة إذا ما قورنت بحكومات دول مجاورة أو حكومات دول من حولنا، ستجدها أنها بسيطة أو في المجال المعقول الذي يتيح بعض الشيء حرية التعبير. وقد شهد عدد من الصحفيين بأن سقف الحريات في السودان مرتفع، لكن رغم ذلك هل في وسط الأحداث السياسية التي مرت في الأسبوع الماضي هل هناك مساءلة للإعلاميين إن كانوا إعلاميين عبر قنوات فضائية أو إن كانوا صحفيين حول ما تم كتابته أو حول آرائهم التي تبنوها عبر صحف أو قنوات أو إذاعات؟ العهد الذي بيننا وبينهم أو بين الحكومة وبين الإعلام هو القوانين الموجودة. تجاوز القانون ليس في الإعلام فقط بل في جميع مجالات الحياة لا بد أن يكون له جزاء، وبالتالي أي تساؤل إذا تم سيكون في إطار الالتزام بهذه القوانين الموضوعة، والذي يعرفها الصحفي يوم دخوله لممارسة الإعلام. لذلك أقول أن العهد الذي بين الحكومة وبين القطاع الخاص في أجهزة الإعلام هو القوانين التي أجهزت من قبل وشرعت من قبل وهي التي تنظم هذه العلاقة. مساءلة أي مؤسسة إعلامية أو أي صحيفة إعلامية لن يكون بالمزاج بالتأكيد، لكنه سيكون في حدود القانون والدستور. وعلى ذكر الحريات الصحفية، دائما نحن نقول أنه لا ينبغي محاكمة تجربة السودان في موضوع الحريات الإعلامية هكذا في الفراغ، لا بد أن تحاكم بما كانت عليه في السابق، ولا بد أن تحاكم بالعالم من الإقليم من حولنا، ولا بد أن تحاكم بالنظر إلى السياق الاجتماعي والأمني والسياسي والاقتصادي الذي تعيشه بلادنا، وكيف نمازج بين ممارسة الإعلام لحريته وبين المحافظة على الكينونة الاجتماعية والبنية الاقتصادية ومطلوبات الأمن القومي. هذه هي الفلسفة التي بني على أساسها قانون الصحافة والقوانين أو اللوائح المنظمة للإعلام الخاص في مجال الإعلام السمعي والبصر. هناك من يقول بأن موجه إليكم اتهام بأن بعض القنوات فضائية كانت أو إذاعية هي مقربة للحكومة وأخرى ساخطة عليها الحكومة، كذلك الحال في الصحف، هناك بعض الصحف المقربة للحكومة وبعضها مغضوب عليه.
يعني لا 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 استطيع ان اقول ان هنالك من هو مغضوب عليه، لكن اذا كان التصنيف ان هنالك اجهزه اعلاميه مقربه من الحكومه او قريبه من الحكومه، فنحن نتمنى ان تكون كل اجهزه الاعلام قريبه من الحكومه، لكن اقول نحن لا نضيق بالراي الاخر مطلقا طالما كان ملتزما جانب المهنيه والموضوعيه والمصداقية. النقد مطلوب ومهم جدا للأداء، لأن الأداء الحكومي لن يتطور إلا بالنقد البناء. النقد البناء مهم جدا لأجهزة الحكومة، والإعلام المهني المسؤول هو الكاشف الذي يكشف أداء الحكومة ويستكمل أداء الرقابة مع البرلمان لمحاسبة أجهزة الحكومة ومساعدة المواطن في الوصول لأهدافه. لذلك نحن نقول أن النقد والنقد البناء هذا مطلوب جدا لأداء أجهزة الدولة حتى يتطور هذا الأداء. تمام. على ذكر الدستور، هناك اللجنة الدستورية والتي هي تنعقد هذه الأيام، في واحدة من تصريحاتها اليوم عبر إعلام السودان اليوم اتضح أن هناك تصريح بمنح صلاحيات إضافية لرئيس الجمهورية في التعديلات الدستورية الجديدة، منها سلطة حل مجلس الوزراء، وأيضا هذه اللجنة أوضحت مهام بعض الوزراء وأوضحت أن نائب الرئيس النائب الأول ونائب الرئيس لن يكونوا من ضمن أعضاء مجلس الوزراء، أيضا أوضحت عدد الوزراء ووزراء الدولة في كل وزارة. كل هذه النقاط وردت اليوم، وهناك جدل عنيف حول بعض النقاط التي ستكون موجودة مثلا في دستور 2017. الحديث حول هذه اللجنة وتحديد رئيس الوزراء ومهامه، سلطة الرئيس في حل مجلس الوزراء نفسه، مهام الوزراء، كل هذه النقاط بالتأكيد هذه قضايا الآن أمام البرلمان ينظر فيها. أعتقد أننا سنمضي إلى مرحلة القراءة الثالثة قريبا إن شاء الله لإجازة هذه التعديلات. هذه التعديلات هي تعديلات على الدستور الانتقالي للعام 2005، وقصد من هذه التعديلات المحدودة إنشاء الآليات الخاصة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، لأننا أو لأن الذي دعا للحوار الوطني السيد رئيس الجمهورية ما فتي يردد مرة بعد مرة من أنه سينفذ كل توصيات مؤتمر الحوار الوطني، وتأكيدا على الجدية والالتزام بتنفيذ هذه المخرجات جاءت هذه التعديلات الدستورية. وكما قلت هذه تعديلات مفتاحية لإنشاء وتأسيس الأجهزة الخاصة بتنفيذ بقية التوصيات. التعديلات هدفت إلى تعديل الدستور فيما يتعلق بمنصب استحداث رئيس الوزراء، واحد. الشيء الثاني هدفت إلى تعديل فيما يتعلق بتمكين السيد رئيس الجمهورية بتعديل البرلمان القومي والمجالس التشريعية الولائية بالزيادة، ثم فصل النائب العام عن وزارة العدل كتوصية وردت ضمن توصيات الحوار الوطني. الجانب الخاص بصلاحيات رئيس الوزراء وغيره، هذه كلها تفاصيل جاءت في هذه التوصيات. التجربة بالتأكيد هي تجربة جديدة علينا، لأننا ظللنا نعمل بالنظام الرئاسي الذي يشبه النظام الرئاسي الأمريكي لحد بعيد. الرئيس منتخب من الشعب، يقابله برلمان منتخب من الشعب، الرئيس يمثل رأس السلطة التنفيذية لأنه ويستمد صلاحياته من كونه منتخبا من الشعب السوداني. ثم رأى المتحاورون في قاعة الصداقة أن يضيفوا رئيس وزراء في ظل النظام الرئاسي نظام مختلط. لا، ليس نظاما مختلطا، هذا نفس النظام الرئاسي الموجود مثلا في فرنسا. والآن في تركيا لحد بعيد عدلوا الدستور وأعطوا صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية. وحتى في مصر هنالك نظام رئاسي مع رئيس وزراء. هذا لا يلغي أنه نظام رئاسي بالكامل. رئيس الوزراء يستمد صلاحياته من رئيس الجمهورية، ليست له صلاحيات مستقلة، لكنه يستمد صلاحياته مفوض
من الرئيس من 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 الرئيس، وبالتالي هذه هي الموازنة، هذه هي المعادلة التي بنيت عليها التعديلات الدستورية، استحداث منصب رئيس الوزراء، رئيس وزراء يستمد صلاحياته بتفويض من رئيس الجمهورية، وفي ذلك يمكن أن يتحرك البرلمان يرى ما هي الصلاحيات التي يمكن أن تفوض لمجلس الوزراء، ما هي الصلاحيات التي ستبقى عند الرئيس، لكن بالتأكيد هنالك قضايا جوهرية ستكون عند الرئاسة، وهي القضايا الخاصة بالأمن والدفاع والاقتصاد الكلي والعلاقات الخارجية والحكم الاتحادي، هذه ستظل عند الرئيس، ومن بعد يمكن أن ينظر الرئيس ما هي الصلاحيات التي يريد أن يفوضها لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء مجتمع. نعم، هناك من انتقد هذه النقطة، أنا سأطرح عليك النقد بأن منصب رئيس الوزراء ما هو إلا تغيير ليس إلا، باعتبار أن ما هي المهام التي سيقوم بها رئيس الوزراء هذا تختلف عن ما يقوم به النائب الأول للرئيس أو نائب الرئيس الآن، ما هو الاختلاف؟ البعض ذكر بأنه لا خلاف، وإنما قصد الحوار الوطني النيو لوك، أن تظهر الحكومة في شكل جديد، هذه نقطة. النقطة الثانية ويمكن تم طرحها عبر هذا البرنامج وسألنا فيها العدد من السياسيين، بأن رئيس الوزراء هذا له سيناريوهين، السيناريو الأول أن يكون من الحزب الحاكم وبالتالي ستكون النغمة منسجمة جدا داخل الحكومة، السيناريو الآخر ألا يكون من الحزب الحاكم سواء كان من حزب مشارك في الحوار الوطني أو كان تكنوقراط، لكنه هنا سيكون بين مطرقة الحديث في وسائل الإعلام وانتقاد الحكومة وبين سندان الصلاحيات المحولة لرئيس الجمهورية بإمكان عزله وأيضا إمكان مساءلته أمام البرلمان. فبالطبع وضع رئيس الوزراء حتى الآن هو محل انتقاد، لم تشر بعض الأشياء بأن سيقوم بشيء آخر مختلف عما يقوم به النائب الأول الآن أو نائب رئيس الآن. الذين قالوا أن استحداث منصب رئيس الوزراء هو مجرد نيولوك للحكومة، أقول لهم وما المشكلة في ذلك؟ إذا أرادت الحكومة أن تبدو بنيولوك فلا أرى غضاضة في ذلك، لكن الموضوع في هذه المسألة أن هنالك تغييرا كبيرا في هذه المسألة، لأننا كما قلت لك ظلنا طوال الفترة السابقة الرئيس الجمهورية يتحمل عبء أن يكون رئيس الوزراء ويقود الجهاز التنفيذي، والنائب الأول كان مساعدا للرئيس الجمهورية وينوب عنه فيما يكلفه به رئيس الجمهورية. الآن الجديد أن الصلاحيات المفوضة من رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء ستكون مضمنة في الدستور، كيف يقولون أنه ليس هنالك جديد؟ الآن أن ما فوضه به السيد الرئيس سيكون مضمنا في الدستور، وبالتالي يستمد صلاحياته من تفويض الرئيس عبر الذي نص عليه في الدستور. لذلك أعتقد أن هذه تجربة جديدة وجديرة بأن نعطيها الوقت حتى نحكم عليها لنرى أيهما أنسب، لكن المهم في هذه المسألة أن المتحايرون قد أجمعوا على أن النظام الرئاسي هو النظام المناسب للسودان في ظل أوضاعه الاجتماعية والسياسية والأمنية. لذلك أقول أن مسألة رئيس الوزراء هي شيئا جديدا وتجربة جديدة، وتجربة جديدة بأن نعطيها الوقت حتى نحكم عليها. لمن سيؤول منصب رئيس الوزراء؟ لا أعتقد أن المتحايرون قد ناقشوا هذه المسألة حتى الآن، ولا حتى الحزب الحاكم المؤتمر الوطني قد جلس لمناقشة إلى من سيؤول مجلس الوزراء، وأعتقد أن الوقت لا يزال أمامنا وقت لمناقشة هذه المسألة بعد استكمال التعديلات الدستورية الموجودة الآن في البرلمان. نعم، هناك إضافة عدد من المقاعد للبرلمان الجديد. نعم، هذه المقاعد قد تصل في مجملها إلى 100 مقعد. من الذي قال؟ بعض التصريحات في وسائل الإعلام تقول ذلك، أنها قد تصل إلى 100 مقعد. الحديث حول تقليل الإنفاق الحكومي وفي ذات الوقت إضافة عدد من النواب إلى البرلمان، ألا يتنافى ذلك مع الدعوة للتقليل أو للتقشف في الإنفاق الحكومي؟ أولا لم يتم حتى الآن تحديد عدد النواب الذين سيتم إضافتهم للبرلمان. الذي تم أن هنالك كانت توصية تقول أن تعديل البرلمان الحالي بنسبة 100%، أي نضيف إليه 426 نائبا آخرين، عدد ضخم، واعترض بعض الأحزاب، ثم جاءت توصية
رفعت تقول أنه يعدل البرلمان الحالي بالتشاور بين الرئيس والقوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني. الذي حدث أن لجنة السبعة زائد السبعة كونت لجنة لتوفيق الآراء، ومن ثم اتفقت هذه اللجنة على أن تكون التوصية هو تعديل البرلمان الحالي، ولكن تركت نسبة التعديل والعدد للتشاور بين الرئيس وبين القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني. وحتى الآن لم يتم ذلك التشاور لتحديد أننا هل نضيف 100 أو 200 أو 10 أو 5، هذا حتى الآن لم يحدد، هو متروك للتشاور بين الرئيس والقوى المشاركة في الحوار الوطني. قضية الإنفاق الحكومي، أولا الذين يقولون هذه المسألة ليسوا على اطلاع كافي بنسبة الإنفاق الحكومي في الموازنة العامة، هي نسبة لا تساوي شيئا، نسبة قليلة جدا. لكن مع هذه النسبة القليلة ينبغي أن نقول أننا باستيعاب الناس، باستيعاب الأحزاب السياسية، باستيعاب الحركات المسلحة في الجهاز الحكومي، في الجهاز التنفيذي أو التشريعي، أننا نشتري الأمن، أننا نشتري الاستقرار، أننا نشتري الوفاق، وهذه سلع سياسية مهمة جدا جدا. لا يأتي أحد ليزايد علينا بأن ميزانية الإنفاق الحكومي كثيرة وميزانية الأمن والدفاع كبيرة، حتى لو كانت كبيرة، أقول أن سلعة الاستقرار وسلعة الأمن هذه هي السلعة الأساسية، ومن ثم نأتي لبقية السلع، لأنه لو انعدم الأمن، لو انعدم الاستقرار وتوفرت السلع، كيف نشتري تلك السلع؟ بصحيح. فلذلك هذه قضية ينبغي أن ننظر لها بصورة موضوعية، أن هذه السلعة وسلعة غالية جدا، الأمن والاستقرار والوفاق الوطني، غيرنا يبحث عنها. نعم صحيح. طيب، على ذكر 7+7 وعلى ذكر أننا نبحث عن هذا الأمن وأنه لا تضاهيه سعر مثلا في السوق، إعلان الفصيل الرئيس لحركة جيش تحرير السودان بقيادة خليل علي بكر أبو جمال والقائد محمد الأمين تورو انضمامهم للحوار الوطني وانفصالهم عن حركة عبد الواحد محمد نور، وتوقيع على الوثيقة الوطنية بمقر الأمان العام للحوار الوطني بحضور والي ولاية وسط دارفور شرتاي جعفر عبد الحكم وعدد من أعضاء 7+7 والعديد من القيادات الدارفورية، يعني ذلك المزيد من الاستقرار في جبل مرة. تعليقك على هذا الخبر إذا ما ربطناه بأننا نبحث عن هذا السلام؟ أولا لا بد أن نحيي هؤلاء الذين انضموا لعملية السلام ووقعوا على وثيقة الحوار الوطني ونبذوا العنف والسلاح واختاروا قاطرة ومسيرة السلام والوئام الوطني. نقطتين جوهرتين في هذه المسألة. النقطة الأولى هي أن حركة عبد الواحد ظلت متعنتة وترفض السلام منذ أن أشعلت الحرب في إقليم في ولايات دارفور في العام 2003. ظلت هذه الحركة تجسد المعنى الأبرز للارتباط بالأجنبي والاستنصار به والتعاون حتى مع إسرائيل، ورفض السلام إطلاقا، وأقامة في مناطق معزولة سلطة استبدادية أذاقت المواطنين الويل والثبور. حتى أننا شاهدنا الأسبوع المنصرم مقالا للمبعوث الأمريكي ينتقد هذه الحركة ويدعوها للاستجابة للسلام أو تجاوزها. والحمد لله رب العالمين، كتب الله النصر للسودان وقواتنا المسلحة الباسلة التي لا بد أن نحييها هنا مرة بعد مرة، ومعها القوات النظامية الأخرى وهي تقوم بمهامها الدستورية في استتباب الأمن في جميع السودان، بتحرير جبل مرة من قبضة التمرد نهائيا وعودة جبل مرة إلى حضن الوطن. ورأينا تجاوب المواطنين وأفراحهم الممتدة دخول الحكومة لهذه المناطق وعودتها لأحضان الوطن. تمام. النقطة الثانية هي أن هذا الانضمام في تقديري قد انتهى مما يسمى بحركة عبد الواحد، لأن هذا آخر ما تبقى له، وإن شاء الله سنرى الأمن والسلام في كافة ربوع دارفور قريبا بإذن الله. بإذن الله تعالى. على صعيد ذي صلة، يعني إذا اتجهنا إلى ملف دولة جنوب السودان، خبر تصدر الإعلام السوداني في الأسبوع، البشير والسلفا كير والاتفاق على إزالة العقبات التي تقف أمام عمل الليان، هذه نقطة، وأيضا تخيير جوبا للحركات المسلحة بإما الخروج أو تسليم أسلحتها، وبعض الحركات آثرت الخروج من جوبا. إذا ربطنا هذا الخبر بالخبر السابق،
هو اصلا نحن العلاقه مع دوله الجنوب منذ التوقيع على اتفاقيات التعاون التسع ظللنا ننادي اخواننا في دوله الجنوب بان السلام بين الدولتين هو المخرج وهو الحل بالنسبه لنا ولكم، واننا ينبغي ان نرسي لعلاقات اخاء وسلام بين الدولتين حتى تكون مصالح شعبينا هي التي تحكمنا في السودان ودوله جنوب السودان. للاسف الاخوه في جنوب السودان لم يستوعبوا هذا الدرس وظلوا يدعمون حركات التمرد، بل ظلت الكتيبتين التاسعة والعاشرة المنتميتان لقطاع الشمال مرتبطة بالجنوب بصورة وثيقة. الآن وقد أعلنوا أنهم مع السلام، وبعد لقاء السيد الرئيس مع الرئيس الفاكير الآن في القمة الأفريقية جدد التزامه وبالعمل لتنفيذ اتفاقيات التعاون. نحن في السودان جاهزون لذلك وندعوهم إلى الالتزام، ونريد أن نرى ما التزموا به مطبقا على أرض الواقع، إذ لا يستقيم أن تكون هذه الحركات موجودة في جوبا وتتلقى الدعم من جوبا وتنطلق من جوبا للإضرار بالسودان ومصالحه وأمنه القومي والاعتداء على قواته المسلحة ومنشآته الاقتصادية وممتلكات المواطنين. نأمل أن نرى قريبا هذه الحركات إما أن تخرج من جوبا وإما أن تسلم سلاحها وتنضم لمعسكرات اللاجئين كما طلبت منها حكومة الجنوب، وفي ذلك مدخل لتأسيس علاقة سوية ومتينة بين السودان ودولة جنوب السودان. نعم، أيضا هناك إعلان للحكومة بأنها جاهزة لجولة تفاوض أخرى، يعني رغم مماطلة هذه الحركات في الوصول إلى سلام وتعنتها في الوقوف عند مربع اللا سلام واللا حرب هذا، إلا أن الحكومة تدعو لمفاوضات أخرى وأنها جاهزة لخوض جولة مفاوضات أخرى. نحن جاهزون متى ما دعت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لهذه الجولة، وأتوقع إن شاء الله تكون قريبا، لكن نحن ملتزمون بمواقفنا المعلنة فيما يتعلق بالجانب الإنساني بأننا لن نفتح الباب لأي مساعدات تأتي من خارج السودان. كل المساعدات ينبغي أن تأتي عبر حكومة السودان كما حددت الاتفاقيات السابقة وكما تقول القوانين الدولية في ذلك. نحن ملتزمون بوقف إطلاق نار، وقف عدائيات يؤدي إلى وقف إطلاق نار شامل، ثم ترتيبات أمنية تنهي الحرب والمعاناة لأهلنا في المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق، وبالتالي نحن جاهزون متى ما دعت الآلية رفيعة المستوى للعودة إلى طاولة المفاوضات، ولا نرى أن الحل ينبغي أن يكون غير الحوار والتفاوض. ينبغي لهذه الحرب التي أشعلتها الحركة الشعبية الأم في العام 83 واستمرت تقاتل السودان وتنهب موارده وتؤخر التنمية وتعتدي على ممتلكات المواطنين وتزيد من معاناتهم، ينبغي لهذه الحرب أن تقف فورا، لأننا لا نرى أي ضرورة لهذه الحرب سوى تنفيذ أجندة لا علاقة لها بمصلحة البلاد والعباد. نعم، لكن هناك من يقول بأن لماذا تفاوض الحكومة هذه الحركات وهي على أرض الواقع وفي ميدان الحياة أو في ميدان المعركة كما يقولون هي غير موجودة، وعلى ذلك الكثير من النقاط، يعني هي ليست موجودة الآن في دارفور ولا تمتلك أي شيء داخل الأراضي السودانية وقد لا تشكل هاجسا للحكومة، فلماذا تفاوضها؟ كلامك صحيح من الناحية النظرية أن هذه الحركات لا وجود لها في أرض الواقع، ولكن نحن حكومة مسؤولة وملتزمة. طالما هنالك مواطن سوداني يدعي أن له مظلمة ويحمل السلاح، نحن سنجلس إليه، وكما قلت أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق الوفاق الوطني هي الحوار والتفاوض، وقد استمعنا لهؤلاء كثيرا جدا، وأقول أنه لا توجد قضية جوهرية تجعلهم يواصلون في حمل السلاح والاستنصار بالأجنبي للإضرار ببلادهم أمنيا واقتصاديا واجتماعيا. نعم، الخارجية تبحث مع المبعوث الخاص المشترك بروج اليوناميد، أصبح وجود اليوناميد الآن في دارفور بالأسباب. نعم، حقيقة هناك خطة موضوعة بين السودان واليوناميت والأمم المتحدة ومتفق عليها، والخطة جارية، ونأمل أن نسرع في تنفيذ هذه الخطة الموضوعة بين حكومة السودان والجهات الدولية. وأعتقد منادات السودان بالالتزام بخارطة خروج اليوناميت هي منادة موضوعية، لأن الآن الحمد لله قد استتب الأمن في إقليم دارفور. نعم، قمة العرب والأفارقة بغينيا تطالب برفع العقوبات عن السودان وخروجها بقرارات تدعم السودان،
هل مثل هذه القمم وهذه اللقاءات إن كانت عربية أو إفريقية أو كانت مجموعة عربية وإفريقية كذا، هذه القمة قد تؤثر في سياسة أمريكا الجديدة بوجهها الآن الحالي تجاه العقوبات المفروضة على السودان؟ هل لمثل هذه القمم تأثير بما تطلقه من دعوات في رفع هذه العقوبات؟ في الحقيقة ظل السودان يتعرض لظلم، ظلم كبير جدا بسبب هذه العقوبات الأحادية المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، وأثرت تأثيرا كبيرا على القطاعات الإنتاجية، وأثرت على الصحة، وأثرت على التعليم. في الآونة الأخيرة شهدنا تحركا في المجتمع الدولي يناصر السودان في كل القمم، القمة الأفريقية السابقة، القمة العربية، قمة منظمة التعاون الإسلامي، البرلمان الأفريقي، كلهم دعوا إلى رفع هذه العقوبات الجائرة والظالمة على السودان. الآن القمة العربية الأفريقية، هذا التجمع الكبير الذي يجمع الرؤساء العالم العربي برؤساء أفريقيا، ينادي كذلك بضرورة رفع العقوبات عن السودان. نحن نأمل أن تستجيب الإدارة الأمريكية برفع هذه العقوبات الظالمة على شعب السودان، لأن السودان ظل في تعاون مع الأسرة الدولية والمجتمع الدولي ونفذ كل التزاماته تجاه المجتمع الدولي وحتى داخليا في الاتفاقيات التي نفذت والوعود التي سبق أن أطلقت. نحن نأمل أن ترى هذه الوعود النور وترفع هذه العقوبات الجائرة على السودان. فيما تبقى إلي من دقيقة، ملامح لحكومة الوفاق القادمة، هل لديكم أي ملامح عنها؟ هذه الآن تبحثها القيادة السياسية، لكن بالتأكيد التوصية التي وردت في الحوار قالت أن حكومة الوفاق الوطني التي ينبغي أن تكون في ظرف 3 شهور من إجازة التوصيات، 3 شهور هذه ستنتهي في يناير، وبالتالي نتوقع أن تكون الحكومة الجديدة في يناير. الحكومة الجديدة أتوقع أن تستوعب القوى التي شاركت في الحوار أو تلك التي ستقبل بمخرجات الحوار الوطني. نعم، هل المؤتمر الوطني تنازلات حتى تتم أو تنجح حكومة الوفاق؟ المؤتمر الوطني مع كل ما يحقق الوفاق والوئام الوطني، وظل كذلك وفيا لهذه الدعوة حتى في مشاركته ودعوته للحوار الوطني. أستاذ ياسر يوسف، وزير الدولة بالإعلام، أشكرك جزيل الشكر لهذا اللقاء. شكرا لك جزيلا لسعة صدرك ولتحملك الكثير من الأسئلة. شكرا جزيلا. أشكركم مشاهدي الكرام لمتابعة هذه الحلقة من أكثر من زاوية. إلى اللقاء.